مرحبا بكم. مجتمع شاب لكن السلطة تعاني من الشيخوخة، فلم تنتج طوال 36 عاما غير حروب مستمرة ومتواصلة كان الشباب العراقي وقودها. كيف سيكون الأمر في اليوم التالي لما بعد داعش؟ لماذا يصبح مصير الشباب رهنا بالحروب والهجرات؟ يطرح هذا السؤال فيما يطرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره عن التنمية الإنسانية العربية لعام 2016، وفيه أرقام مروعة عن العراق. ضعف قرار الشباب العراقي في توجيه العمل العام بالعراق تعود إلى عقود طويلة، لكنها تعني الكثير للمستقبل في حال استمرارها. فالسلطات عجوز وقوانينها لا تعبر إلا عن شيخوخة، فيما داعش يفاقم الفقر والدمار. ربما هذه الصورة التي نعرضها الآن تختزل المشهد ليوم أمس واليوم وربما غداً.